أنا قلت له بسجلها. طبعا كان كل شيء مسكر. فتح المطعم ودخل؟ أي فتحه وهو مغلق بالقفل من برا. وبعدين جاء محمد الفهري أيوه على الشباك. أيوه دق الشباك لما طاحت الزجاج للأرض. هل أنت شاهد على هذا الكلام؟ لا 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 والله ماني مشاهد. وقف بعصبية كمان. أنت أبغى مشروب. أنت كنت داخل المطعم وكانت لحظة بس كنت تعلم. أنت كنت تعلم من داخل المطعم؟ أيوه وانوار المطعم كانت فاتح ما كان في صوت ولا نوار مسكر. والله انا فاتح. لا لحظه عبد الله عبد الله مسكر والله. لو سمحتوا لو سمحتوا دخلت والله بجي. اذا لقيت محل اذا لقيت محل الابواب مسكره واللمبات شغاله ومفتوح هذا الشيء الغريب. مفتوحون يسولفون داخل. لو في قفل لو في قفل اكسره لانه مفتوح. ايوه طيب هذه جديده. هذه في جد رصيدكم في جد رصيدك اي باب مقفل مفتوح. بعد ما طاح الشباك انا عبد الخالق لا بجيك عبد الخالق طلعتنا حمضيات وسجله. اي خلاص شافني قدامه. لا إيه انا خلاص اعطيته الحمضيات في نفس اليوم. جينا انا يقول شافني قدامه وانا قلت مينك سجله. اصبر هو اول ما يشوفني قدامه. لحظه عشان يتوحد الصوت. يعني بس منصور وقت مفصل عشان يتوحد صوت شاف عشان تكون المعلومه جاهزه للمشاهد. وقت مفصل بجيك بجيك يا فهد. ترى عبد الله اللي كسر مره يكسر مرتين واللي كسر الدريشه مره يكسر مرتين. ما كسر يا اخي اللمبات والع الفلوس اللي معك. لا مطفاه خلاص اوكي طيب. واللمبات بعد ما دخلوا حتى اللمبات عشان بوجه يا اخوان يا بنات. انا عندي ابغى اتحدث عشان ما اقول ما غلطكم ما في. ابغى اتحدث اصمت ابغى اتحدث. لا لا مصر مصر عبد الخالق اعطيني مجال ثانيتين. طلبت تراكم تلاوحتوا لي بالكلام تراني برد. ما ترد اساس حرام ايش تبغى. لا لا والله والله معي تبري. طيب لحظه خلي يرد عبد الله. الحين تقول المطعم لمباته ولا الرجال يقول لمباته طافي. يمكن اقفلها اول ما دخلت لكن انا متاكد انها كانت راجعنا الكاميرات المطعم بالله يعني انا متاكد انها كانت فاتحه. اوكي بعدها بعد ما دخل بجيك يا فهد معي. بعد ما دخل بعد ما دخل خذ الحمضيات. قلت له ترى بسجلها انا عليك وانا قد رفعت بالمبيعات كامل للاداره. ايوه ايوه وبعدين جل فهري. ايوه دق الشباك لين طاح الزجاج. ايوه على الارض. ايوه اللي عطنا حمضيات. ايوه اعطيته الحمضيات. طاح طاح انا مسكر. لا لا. رافع طيب مبيعات. ايوه 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 قلت له انا رافع مبيعات مسكر مطعم. طيب رجعت اعطيته قلت له خلاص بحسبها لك من حساب بكره. بحساب بكره ما وطاح القزاز. طاح طاح بالقزاز طاح. ليش ما رفعت بلاغ سرقه؟ ليش ما رفعت بلاغ سرقه؟ ما انا وصل خبر. وصل خبر يحق لك. يحق لك ترفع بلاغ سرقه ما تقول على بكره. بلاغ سرقه لو كنت انا مش موجود. لاحظ حاجه كنت بقول لا مو بلاغ سرقه سطو وسرقه. لاحظ حاجه طيب. حبيبي الفاضل انا كنت موجود قدام عيني. بعد ايش بود الرجال. انا كنت موجود قدام عيني هذا اللي حصل. ما عاد ادري ايش صار بعده. شكرا لك الله يعطيك العافيه. شكرا جزيلا. شكرا على الشهاده. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. الله يعافيكم. اي والله فهد معيان. انا عندي ملاحظه هنا محور. هنا محور علي ترى الرجال. الرجال يقول انكم جالسين جوا. لحظه يا عبد الله. عبد الله خلوا فهد يتكلم بجيك. عبد الله تفضل يا فهد. بدري تفضل. لا عشان تكمل الصوره. ما اكتملت الصوره. انت هي انا عندك مات الصوره. تفضل كمل الصوره. طاح القزاز. اي قاعد جلس المطعم بدون قزاز. طيب من اللي كسر القزاز؟ محمد الفهري. من دخل المطعم؟ عبد الله خماش. عبد الله خماش ذيك الليله ما كان معك كاش. اليوم الثاني معك كاش. كيف هاي من قبل؟ كيف عبد الخالق تكلم الله يطول عمرك. كلكم تكلمتوا. تفضل تفضل. ما عاد باقي الا يطول عمره وسلامه تجيبونه راعي المطعم. راعي المطعم تجيبونه. قول لا اله الا الله. الحين كيف الواحد يسرق يدها يا المفكرين ويعرف ان راعي المطعم داخل؟ لا راعي المطعم داخل كيف يسرق؟ كيف يسرق؟ وهل السارق؟ لا لا ما قلنا سرقه. فيش سطو. سطو نعم. وهل الساطي نعم يدخل ويجي يقول ميد العام ميد أيوة الموظف تسجل أيوة. طيب بسألك سؤال. نعم الفهري طيب انا بسألك سؤال. بسألك سؤال. انا بدخل مطعم ادخل مع الدريشه اكسرها ولا ادخل مع الباب؟ انا ببرر لك. انا ببرر قول لي اعطي. انا فتحت الباب. كيف فتحته؟ انا فتحت الباب. مسكر؟ لا هو مسكر بقفل وهمي لكن انا لي خطتي في اني افك. انا لي خطتي. والله يا اخواني يا عبد الخالق. عبد الخالق عبد الخالق ام الفهري. ام الفهري فهو يدق الباب خوفا علي. خاف اني يا اخي لا نذبح يا اخي. لا اسمع خاف هم بمحور يا اخواني بالضبط. يا سمعني عبد الله. عبد الله عبد الله عبد الله والله ان هذا اللي صار. سامحني سامحني. الفهري يدق يستفسر يستفسر. عبد الله دقيقه خاف عليك ليه يا مصور؟ جوع جوع يا شباب جوع. يونس طلع ما اكلنا. عبد الله شباب لحظه عشان نوضح. احنا قلبناه طقطقه ويا تضبطون. عبد الله عبد الله كذا بهالطريقه بنطقطق على بعض وكذا تهريج. معلش ارجع لمكانك. والله جيت اتكلم. عبد الله عبد الخالق الله يطول عمرك. من ناحيه المطعم في اعلم الله ويشهد عليه ربي
اني فاتح واني اعرف انه موجود وقلت ميده هات الاصفر العصير الاصفر وسجله وسجل وامشي اما تجارتي الشخصيه فوالله انا من يوم بدل برنامج لا لا دقيقه لا لا دقيقه لا لا دقيقه لا لا دقيقه برنامجكم يحث على التجاره برنامجكم يحث على التجاره انا باسلوبي يا جماعه اصلا اولا اولا المعذرني المحور قلب طقطق وهذا كلام ما يصير احنا نتكلم عن معضله تضرب العمود الفقري وضحتها تفضل صح ولا لا وضحتها ما ادري توضيحي تفضل ما ادري توضحت اقعد ما تسمع طيب تفضل الان جاء عنده فلوس مسيله زايده اي وهو تو ساطي على المطعم قبل ساطي على المطعم صح سطو الان الان مشروب غازي ممكن تسمع استاذي فاضل الله يسعدك لحظه يا عبد الله ايوه عنده فلوس زايده ساطي على مطعم منين جاب فلوس من سطو فلذلك انا اطالب بسحب المطعم من عبد الله خماش مستحيل ما تقدر انا اطالب بسحب المطعم من عبد الله خماش لان اللي جالس يسويه تسويف هذا الامر الاول الامر الثاني فهد حسين الله يعطيه العافيه موظف البنك ما حد نكبنا الا فهد حسين قولي لي الان المتسابق معه 50 ريال رصيديه وانت منصور صاحب المطعم حلو المفترض ليش احنا طابعين فلوس ليه عشان يكون في سيوله داخل اشتري واشتري ادفع هذه لحظه بدي بجيها هذه معلومه مهمه تفضل خليني اكمل لك أيوة كيف يسيل الفلوس المتسابق ممتاز يحط المتسابق في جيبه 50 ريال ويروح عند صاحب المطعم انا عبد الله عطني نص حبه وعصير وسجلها وما يدفع كاش يصير عنده خصم في الرصيد صح هذا التسجيل مسموح لحظه منصور لحظه هذا يصير عنده خصم في الرصيد أيوة. يروح عند موظف البنك ايوه هو رصيده 100 اشترى ب 20 يعني ما فرض كم رصيده 80 عنده 100 كامل انت كيف جبت ال 20 زياده هذا التسهيل لما سجل المفترض يا فهد حسين ان القرار اللي قلته اليوم انه قلته من زمان ايوه ان الورقه اللي تكتب فيها الدرجات والكاش الموجود يوازن اذا طيب. حصل في حجز يتحمله صاحب المطعم نعم المفروض انه يدفع ويسجل لا تسجيل الدين لا يدفع ويسجل اسمه طيب بجيك يا عبد الله سؤال مباشر لبيه سؤال مباشر لبيه ال 400 اذا انت تنكر انك ما اخذتها من المطعم ما سرقتها من المطعم والله ما هي من المطعم طيب ليش جت ال 400 لا ليش 400 هو يقول قال حاجتين يقول عنده فلوس غير شرعيه بعظمة الفرق. هو قال غير شرعيه كيف تكون شرعيه قال انه كسر القفل حق المطعم طيب ممتاز ايش باقي تبغى يقول سؤال تبغى يقول عديت فلوس تبغى يقول سؤال يا طويل العمر السلام الاول من الاولات المطبخ هذه تهمه من فهد معيان ومثل ما عرفنا وعهدنا على فهد معيان انتم ما ان كلها باطله لا ما هي باطله وانها سوال. لا ما هي باطله 400 من لا لا ما هي باطله لا ما هي باطله سرقت ولا هي بول مالك الا باطله الا لو متعودي على السرقه سرق خوي الا باطله سرقت ولا المطعم ولا لي بنا ولا لي بنا اصلي سرقته النقطة الثانية ال 400 هذه باسلوبي خاص وتجارتي الخاصة انا اسويها تقول منصور غير شرعية ايوه في نظام يعني البرنامج أيوة. في نظام البرنامج غير شرعية بس انا اعيشها انا اعيشها لحظة نقطة نظام ايوه الحرب خدعة انا في حرب وهذه خدعة فين فلوس البنك حقك وين هم يراجع الفلوس انا اجيب ال 400 ريال لبيه لا تضحك الناس عليك لبيه والله جد والله اني في صفك والله الناس اللي ما يضحكون لا تضحك عليك على لحظه لا تضحك الناس عليك يا عبد الله اسمع عبد الله لانه ما عنده سالفه وانتو يعني ابا اخذ اسمع عبد الله لا احترم فهد معي على عيني وعلى راسي اسمع عبد الله لكن انت هانبط والله الحمد لله اصبر عبد الخالق بعد الناس يضحكون علي ولست بسارق احسن من انهم يضحكون علي وانا سارق بس تهمة يا عبد الله عندهم محاول عبد الله انا اجي هنا الناس يضحكون علي وانا مسرق قوي ممكن لبيتك مليون انت قلت ال 400 هذه غير شرعيه اي والله غير شرعيه ممتاز يعني معناه انها لن تقبلها الاليه البرنامج صح معناه ان من حق موظف البنك انه ما يقبلها معناه من حق ما هو من حقها ما يقبلها أصبر. يا عبد الخالق لانها غير شرعيه لا ما هو من حقها ما يقبلها انا انا انا, أنا سحبت كيف سحبت كيف مدير البنك اللي انتم جايبينه يفك كيف سحبت ما يا اخي والله انا ما سحبت كيف يدخل فلوس غير شرعيه ما يعرف مصدرها هو اخذ سؤال انت اعطيته فلوس انت لو جيت انت في الواقع الحقيقي وجيت عند بنك ومعك فلوس معك مليون ريال بيسالك البنك من اين لك هذا صح يا اخواني ايش في اذا قلت له غير شرعيه من تجاره يا اخواني يا عبد الخالق يا عبد الخالق لحظه انت شيء في التجاره اي والله عندي تجاره طيب من بعت الدجاج وبعت العطور صح ما بعت الدجاج انت قلت في عطور وفي نظارات وفي كل شيء اللي تبغاه انا يا عطور لا تفتح موضوع على عطور واحاول العيش ببيع تمره واروح عند المتسابق بعت لمن بعت لمن بعت لمن اجيب فلوس بعت لمن يعني اي صدق تسرقه رصيدي بالسالفه تسرقه اثبت واحد تسرقه ما في ولا واحد اسرقه انا بيع وشراء بعت لمن انت اللي تسرق السوالف بعت لمن
بعت كله اغلبهم بعت منهم منهم بعت والله كثير منهم ما حدد لك اغلبيه مش كل المتسابقين عشان نسوي مازه فلوس عشان نحصل منهم لا تسال عن شيء فانتهينا منه انها غير شرعيه معلش فهد اخذ فلوس وقال يا عبد الله لك 17 ريال ايه 17 ريال 17 ريال هذا وشهد عليك عبد الله الجعيداني صح تمام صح والشباب اللي كانوا واقفين معك هم اللي ذكروا غسيل اموال احنا ما ذكرنا ولا فهد ذكر وانت كنت اللي غسيل يمكن ما ذكرت شخصيا قلت يا فهد انت اللي قال غسيل اموال قال لا ما قلت المتسابقين انفسهم اللي قالوا وانت يعني ربما انك ما وفقت في يعني افصاح هذه فلوس ومحمد الفهري كمان زادت التهمه عليك بشهادته ما يحتاج يوفق إيش محمد يقول نصفها مرة يا أخي اسمح لي محمد الفهري شريكة محمد الفهري شريكة محمد الفهري محمد أخوك سارق إلى يوم التسعين وأنت سارق كل في هذا تبقى سارق يعني لا 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 إيش مو ما وش السرقة ترى ما تربينا على سرقة أنت تحط السرقة ما شبناك تسرقوا وسطوا وسطوا إلى 90 يوم كل شيء في هذه القرية حلال والله لو في جيبك شيء لا هي سرقة في هذه السرقة هذا 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 أنت يا عبد الله خباش إذا أنتم أنتم محاوركم كلها سرقة والله والله يا الله يخليك لنا يا والله يا خباش اسمع والله انك تحاول تصيد على ثراتي ما قدرت اصبر اصبر ما قدرت انت اصلا حط مطعم في فلوس اصلا ابعلم تقول تحاول تصيد على ثراتي انت مكشوف الله اعذرني الغباء اللي جالس تسويه يكشفك ما يحتاج احد يصيدك الغباء اللي انا قاعد اسويه الله يسامحك احتراما لكبر سنك راح اسكت لكن عندي رد راح الجمك به لكن تربيتي ما تسمح لي اني ارد عليك شكرا لا لا شوف لا لحظه لا لا شوف لحظه لا نعرج الرجال لا نعرج على هذا الخط ها الكل هنا متربي إيه والكل هنا عنده اخلاقه وتربيته لا هلاني سارق هلاني سارق لا لي سارق ولا لي خطا اسمعني يا عبد الله اسمعني لا 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 استاذ عبد الله عبد الله الا انت تجاوزت داخل البرنامج بخطا معين وسرقت فلوس ما يملك ما سرقت فلوس طيب انت اخذت فلوس غير شرعيه على حد قولك عبد الخالق عبد الخالق ما سرقت ترى عندي رد قوي جدا طيب اسمع ما سرقت تجاره تجارة غير شرعية يمكن إلكترونية تجارة غير شرعية يمكن تجارة غير شرعية إلكترونية هذه تجارة ثانية يعني عندك واحد عبد الله شكرا عبد الله شكرا بس بقول له شيء أنا نزلت المقاطع عشان يشوف المشاهد أنا ما يهمني أقتنعت عبد الله المقاطع ما آخر اهتماماتي أقول لك في نقطة المطعم ما فيها ما فيها أكمل النقطة ما عندي وقت أنا يهمني المشاهد إنه يفهم نزلت المقاطع أخذت كلامك أنت وضحت بكل صراحة أن هذه الفلوس غير شرعية وأنت قلت أني أخذت العطور من شميم عشان أهديها لمشعل يافي والأخويا الفقير بعدين رجعت قلت بعدها دقيقة ويمكن 10 ثواني أذكر أنا على قلت لا والله أني أنا أخذت العطور أبيعها عليهم يعني تناقضات عجيبة قلت والله أنا أخذ دجاج وبيع عليهم بريالين 3 ريال والحين تقول ما أخذ دجاج وحتى العطور انت سارقها شكرا لك عبد الخالق والله يا قلم والله يا قلم عطوني هذا لو يطيح في يدي لبيعه في هذه القرية كل شيء جائز في هذه القرية زد رصيدك حصريا ومجانا على شاهد حكايات لا تنتهي